كلما مضى الزمان نكتشف حقائق ووثائق عن الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى. في هذه المدة أصدرنا كتابا أنا ومساعدي عبد الملك، وهو شاب إعلامي نشط نال جوائز على نشاطه فيما يتعلق بابن باديس وتراثه. فنشرنا كتابا عنوانه ابن باديس من خلال ديازاته ووثائقه تقارير المخابرات الفرنسوية. فهذا يكون جزءا من حياته العلمية وحياته في نشاطه في إيجاء ما نجده في تقارير المخابرات الفرنسوية، يعني رؤية فرنسوية لنشاطه ومتابعته، كما أن هذه الوثائق والإجازات تمثل جزء من حياته العلمية. كنا عبد الملك اللي كان يعني الفضل وأن اشتغلنا مع بعضنا من أكثر من 20 سنة، راه نشهدوا له أنه قاعد يقوم بجهد جبار في هذا المجال، يعني إماطة اللتام على يعني أحد أبرز رموز تاريخ الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، يعني وكان له يعني فضل كبير وجهد كبير اللي داروا في هذا المجال. واليوم كان تقديم أحد آخر إصداراته اللي كانت مع الشيخ عمار طالبي، كان انطباع حسن عند كل الجمهور اللي حضر هذا الوحد، وكانوا يطالبوا بالمزيد، خاصة أنه الكثير اللي يجهل تاريخه ويجهل جهود الجبارة اللي قام بها الشيخ عبد الحميد بن باديس مع يعني زملائه في هذاك الوقت. فعلا أنار مجموعة من الجوانب التي كانت مظلمة بالنسبة لنا على الأقل في تاريخ هذا الرجل الفذل الشيخ ابن عبد الحميد بن باديس، لكنه مش كلام إنشائي بل عبارة عن وثائق لها مصداقيتها، لها مرجعيتها، لها ثقلها التاريخي. والشيء اللي عجبني أنه ابن باديس من خلال تقارير المخابرات الفرنسية، البوليس السري الفرنسي، عن هذه الشخصية، وأحسن ما خرجت به هو هذا الرجل خطير، لأنه يمثل فعلا خطر على هذا المستعمر الفرنسي. لقاء طيب، خصوصا أنه يعني صحح بعض المفاهيم وبعض الآراء، وفيه يعني بعض النقاط الجديدة يعني تخص حياته شخصيا، لأنه هو كان في الحقيقة يعني يحمل مشروع بناء أمة، وهذا البناء مشروع أمة يعني هو بناء كبير ومشروع يعني تاريخي وحضاري. الحقيقة يعني في هذا اللقاء يعني تعرض لنطاق يعني جديدة، وهي حقيقة يعني جديدة علينا في الناحية التاريخية، ويعني نبذات من حياة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس لأول مرة نشوفها ولأول مرة يعني نسمع لها، وهذه إضافة كذلك لجميع يعني الكتب التاريخية والبحوث التي أصدرت من قبل. اليوم كنا في رحلة عبر الزمن، كنا اليوم في رحلة مع رواد الإصلاح في الوطن العربي وفي الجزائر، وحسب ما شفنا تفاعل تاع الحضور كانت يعني متفائلين، كل كان يطالبوا بالمزيد ومن تكتيف وتكرار هذه المناسبات على العلامة عبد الحميد بن باديس وأيضا العلامة الآخرين اللي كانين في الجزائر. نشكر جميع المنظمين، نشكر الأخ عبد الملك على القيمة اللي قدمها اليوم وعلى تلك المعلومات وعلى التاريخ اللي عايشنا فيه، ونتمنى أنه هذه لا تتوقف على الكتب ولا تتوقف على ملتقيات، بل يكون يعني حتى في برنامج وثائقيات يعني تقدم لنا يعني صورة واضحة وصوت وصورة على ما كان في تلك الفترة. اكتشفنا أنه الشيخ عبد الحميد بن باديس من خفاياه ومن مستورتاعه أنه كان يرقد 4 سوايع في الليل ومخلي للأمة 20 ساعة. كباحث في التاريخ وطالب، تعتبر هذه الوثائق مهمة جدا للتاريخ لشخصية الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس. هذه شخصية مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية وفي مسيرة نضال الشعب الجزائري من أجل الحرية، ومنه التاريخ للتيار الإصلاحي داخل الحركة الوطنية، ممثل في جمعية العلماء المسلمين الجزائرية.
تطوير قناة الأنسة إن شاء الله. هذا معرض يوجه شعبة بلدية البوني.